مرحبا بكم متابعينا. بعد الحرب الطاحنة اللي دارت بين راشد الغنوشي والرئيس قيس سعيد وتجميد البرلمان ككل، قام الرئيس قيس سعيد بكشف كل الفساد اللي كان في البلاد التونسية في فترة حكم حزب النهضة، ومنها حتى التستر على الإرهاب. أذاك علاش تضاءلت شيء فشيء شعبية النهضة، وأصبحت أحلامهم في العودة للحكم تتبخر شيء فشيء. هذا اللي خلى راشد الغنوشي ينهار كليا ويرسل برسالة اعتذار للرئيس قيس سعيد، ويترجاه بأنه يضعه في قائمة الحوار الوطني اللي باش يقيمه الرئيس قيس سعيد في الأيام القادمة. وهذا محتوى الرسالة. بسم الله الرحمن الرحيم. رسالة اعتذار إلى رئيس الجمهورية قيس سعيد. يتوجه الشيخ راشد الغنوشي إلى رئيس الجمهورية بالشكر والتقدير بطي الصفحة الماضية والاعتذار عن كل هفوات الحقبة السياسية الماضية، عاقدين العزم بالوحدة الوطنية اللي باش تخرج بلادنا إلى بر الأمان بوحدة مكوناتها السياسية والمدنية والحقوقية، آملين في حوار وطني شامل لا يقصي الداعمين والمعارضين لمسار 25 جويلية، راجين من الله أن يتوحد أبناء هذا الوطن من أجل خير الأمة والبلاد وقيادة وطننا نحو ازدهار اجتماعي واقتصادي واستقرار سياسي من الأمن والأمان، وعودة تونس مكانتها الدولية ومؤسساتها الدستورية والتشريعية. يقول عز جلاله: فمن عفا وأصلح فأجره على الله. وأسفل الرسالة هذه نلقاو توقيع راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة. الرسالة هذه طبعا وصلت للرئيس قيس سعيد، واللي رد عليها بلهجة حادة وقال: لا حوار من اليوم مع من باع ذمته للخارج ومع رعاة الإرهاب ومع من فقر البلاد التونسية والشعب التونسي وجعل الشعب التونسي جائعا في بطنه. نحن اليوم في طريقنا لبناء تونس جديدة تخلو من الفساد والإرهاب السياسي. هذا كان رد قاسي من رئيس قيس سعيد إلى راشد الغنوشي، وهذا يثبت أن الرئيس قيس سعيد لن يتراجع عن قراراته الرئاسية اللي اتخذها منذ تمسكه بزمام الحكم. إن شاء الله اللي جاي خير على بلادنا تونس. وما تنساوش في آخر الفيديو باش تشتركوا وتفعلوا زر الجرس باش نوفيكم بكل المستجدات.